لويين 10. بعدين حط نداب وأبيه ولاد هارون في المجمرتين بتوعهم نار مش مقدسة وبخور على غير اللي أمر به الرب، وقربوا قدام الرب فولعت نار من عند الرب فأكلتهم فماتوا بحضرة الرب. فقال موسى لهارون: أهو ليك اللي قاله الرب، في القريبين مني ببين قدستي وبعلن مجدي قدام كل الشعب. فسكت هارون. ونادى موسى ميشائيل وألصفان ولاد عزئيل عم هارون وقال لهم: تعالوا شيلوا جثث قرايبكم من قدام القدس لبرا المعسكر. فطلعوا قدام ورفعوهم بالقميصين بتوعهم لبرا المعسكر زي ما امر موسى. وقال موسى لهارون وأليعذار وإيثمار ولدينه: ما تكشفوش راسكم وما تشقوش هدومكم حداد عشان ما تموتوش ويغضب الرب على كل الشعب، واما بقيه الشعب فيبكوا على حرقهم الرب، واياكوا تخرجوا من باب خيمه الاجتماع عشان ما تموتوش، لان دهن مسحه الرب لسه عليكوا. فنفذوا امر موسى. وامر الرب هارون: ما تشربش انت ولادك خمر بيسكر لما تدخلوا لخدمتي في خيمه الاجتماع عشان ما تموتوش، وتبقى دي عليكم فريضه ملهاش نهايه جيل ورا جيل عشان تميزوا بين المقدس والعادي، النجس والطاهر، وتعرفوا شعب اسرائيل كل الفرائض اللي امرت بيها على لسان موسى. وقال موسى لهارون ولدينه اللي فاضلين أليعذار وإيثمار: خدوا اللي فضل من تقدمه الدقيق اللي متقربه للرب وكلوها فطير جنب المذبح لانها قدس اقداس، كلوها في مكان مقدس لانها نصيبك ونصيب ولدينك من محرقات الرب لاني بكده امرت. واما السدر المتقدم والرجل اليمين اللي متقدمه فكلها انت وولادك وبناتك في مكان طاهر لانها نصيبك ونصيب ولادك من ذبايح سلام شعب اسرائيل. لما يجي الشعب برجل التقدمه وصدر التقدمه ووقائد الشحم عشان تقدمها قدام الرب يبقوا من نصيبك ونصيب ولادك فريضة ملهاش نهاية جيل ورا جيل. ودور موسى على تيس الخطية فلقاه اتحرق، فاتغاظ من أليعذار وإيثمار ولاد هارون الباقيين وقال: ليه ما كلتوش ذبيحة الخطية في المكان المقدس؟ هي قدس أقداس وهبها الرب ليكو عشان تشيلوا اسم الجماعة تكفير عنهم قدام الرب. مدام دمها ما اتخذش لجوه القدس كان عليكو انكو تاكلوها في القدس زي ما وصيت. فقال هارون لموسى: هم قربوا النهاردة ذبيحة الخطية بتاعتهم والمحرقة بتاعتهم في حضرة الرب، فلو أكلنا ذبيحة الخطية في يوم زي كده وإحنا صبنا اللي صبنا فهل كان الرب حيرضى عننا؟ فاقتنع موسى بالجواب ده.